أهلا بكم مشاهدينا في ثقافة، تأتيكم من قناة الجزائر الدولية. أمام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعددت المبادرات الفنية العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني عن طريق تسخير الفن والإبداع لإيصال الصوت الفلسطيني للعالم. من بين هذه الأعمال التي تشتغل على هذا الجانب مسرحية قم يابا التي تنقل الوجع الفلسطيني للجمهور خاصة الغربي منه. المسرحية من إنتاج المسرح الوطني اللبناني الذي ينظم مع جمعية تيرو للفنون مهرجان أيام فلسطين الثقافية في 25 من هذا الشهر. للتطرق مشاهدينا لهذه المسرحية والمهرجان وأهمية النضال عن طريق الفن، أرحب من لبنان عبر خدمة سكايب بالممثل والمخرج قاسم إسطنبولي. أهلا وسهلا بك قاسم على شاشة الجزائر الدولية. صباح الخير لحضرتك ولا كل المشاهدين وأهلنا بالجزائر. شكرا لك. إذا قاسم إسطنبولي، مسرحية قم يابا هي مسرحية تتعرض لقصص الشعب الفلسطيني، ما هي التفاصيل؟ هذا العمل نحن يعني كان باول عمل بيشتغلوا بال 2008، واليوم بعد هالفتره الزمنيه الطويله ما زال هالعمل مستمر لانه عم يحمل قضيه انسانيه وهي قضيه الفلسطينيه. هذا العمل هو من تاليف الاديب الراحل سلمان الناطور لقدر انه يوثق الحكايه الحقيقيه للسرديه الفلسطينيه ما قبل ال 48 وصولا الى يومنا هذا. والسينوغرافيا الإسبانية أنا سندريلو ألفاريز. وهذا العمل طبعا بلش بعروض بالشارع كوقفات تضامنية أثناء العدوان على غزة، واستمر بالمشاركة ضمن مهرجانات عربية وأجنبية، واليوم عرض في لبنان في المسرح الوطني اللبناني في سور وبيروت وطرابلس بعروض مجانية دعما وتضامنا مع أهلنا في فلسطين، وضمن كمان عروض بالنمسا والبرتغال وإسبانيا. وكان الهدف انه يعني نقدر كمان نعرض الحكايه باللغه الانجليزيه، والهدف نوصل للجمهور الغربي لنوصل الحقيقه من خلال هذا العمل المسرحي، نفرجي هذه القضيه بكل صورها وبكل حكاياها وبقضيه انسانيه ما زالت موجوده لحديت اليوم. هذه المعاناه لشعب يدافع عن وجوده وعن حقه، شعب يحب الحياة ومن أجل هذا هو يقاوم بكل وسائله المتاحة. العمل يشارك فيه كما سبق وقلت قاسم إسطنبولي فنانون من جنسيات مختلفة، ما رمزية تشارك المبدعين من مختلف الجنسيات في هذا العمل الذي يتطرق للقضية الفلسطينية؟ اليوم المسرح عموما هو يحمل بعد إنساني، فالمسرح يدافع عن المظلوم وين ما كان بالعالم. فكيف اليوم إذا كانت القضية الفلسطينية هي قضية ظلم؟ فهذا المسرح بكل معنى الكلمة بيحمل هذا الأوجاع اليوم. يعني طبعا وجود نشوف اليوم التضامن العالمي مع هذه القضية، هذا الشيء بفرحك، هذا الشيء بيشوف أنه بعد في ضمائر حية بالعالم اليوم. هذه المظاهرات، فإن كان بالفن اليوم بنشوف فنانين، أنا شفت اليوم بالبرتغال، بلشبونة، بمدريد، بفيينا، شفت التضامن وشفت فنانين عم بيقوموا بأشكال بفنون مختلفة لها بالرسم أو بالأشغال. أما بالنسبة لهذا العمل طبعا مهم وجود أنه يكون في حدا يعني فلسطيني أو حدا في لبنان أو حدا في إسبانيا، هذا بيعطي تنوع وبيعطي جمالية للعمل المسرحي. وكمان بنشوف أنه هذا بفرج أنه هذه القضية قضية إنسانية، قضية العالم اليوم يتضامن مع العالم، اليوم عم بيشوف الوجع الفلسطيني، والفنانين في كل العالم هذه الأحرار. اليوم إذا أنت فنان تمارس الفن فأنت ما فيك تكون بعيد عن الواقع، ما فيك تكون بعيد عن الحقيقة، ولا أنت ما بتكون عم تمارس الفن ببعد الإنساني ببعد القضية. فنحن اليوم إنسان صاحب موقف، وهذا الفنان اليوم عليه أن يقوم بموقف، يقوم بفعل ما يقدر يعمل عمل يحرض الجمهور، يوصل رسائل، يتضامن، يفرجي، يقدر المسرح يحرك ويواكب اليوم هذا الشعب، يواكب هذه الثورة الفلسطينية وهذا النضال الفلسطيني. فعلا لا مجال للحياد في قضية مثل هذه قاسم إسطنبولي. إذن مسرحية قم يابا انطلقت عروضها من سنة 2008 وعرضت في عدة بلدان عربية منها وغربية، وأيضا توجت بعدة جوائز.
هل تحافظون على المسرحية كما انطلقت أم هناك تغييرات وتعديلات تطرأ عليها كلما عرضت من بلد لآخر؟ بالمناسبة عرضت بجاية في الجزائر بال 2013، فقديش شفنا كمان جمهور الجزائري قديش عنده حب وإيمان وهيك شغف في القضية الفلسطينية. اليوم العمل استشرق اللي عم بيصير اليوم بغزة. هذا العمل هو عم يسرد سردية عم مدار 100 سنة، عم بيوثق حكاية ناس، عم بفرجي قديش هذا المحتل يسرق الثقافة، عم بفرجي علاقة هو مستوحى من حكاية والد الشهيد محمد الدرة بابنه الشهيد اللي عم يسرده كل الوقت، وهو ابنه مستشهد من بداية العرض، ولكن هو ناطر وعم نشوف في انتظار الجيوش العربية كان ناطر كل العرض ولم تصل هذه الجيوش، فبالاخر هو لا وصل لمحل ما بيعول لا على القرارات الدوليه ولا على الارقام اللي كل يوم تصدر، وبالاخر بيعمل انتفاضه على نفسه، وكانه هذا الشعب ما امامه خيار الا انه يبقى متمسك في الحياه، متمسك في المقاومه، وبكل صوره ما بين اذا بدك التراجيديا والكوميديا السوداء اللي موجوده في هذه العرض. بنشوف اليوم انه العرض استشرق انه اليوم هذا اللي عم يحدث اليوم بغزه، استشرق المقاومه اللي شفناها اليوم من هذا الشعب، وانه هذه المقاومه خرجت من باطن الارض، من السماء، من البحر، من كل مكان، وهذا شفناه في العرض اليوم، شفناه في غزه. وهذا الثبات للموقف الفلسطيني. طيب قاسم، فلنتابع بعض من مقتطفات هذا العمل ونستكمل النقاش عنه.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، كما أجدد الترحيب بضيفي من لبنان الممثل المخرج المسرحي قاسم إسطنبولي. أهلا بك. إذا المسرحية عرضت مؤخرا الأسبوع الماضي فقط في النمسا، البرتغال وإسبانيا، ما أهمية نقل هذه القصص برأيك قاسم إسطنبولي للجمهور الغربي وإخباره بما بتفاصيل هذه القضية أمام البروباغاندا الإعلامية التي يمارسها الإعلام الغربي وأيضا الممول من الكيان المحتل؟ يعني نحن اليوم أمام صراع هوية. اليوم أنت إذا أمام محتل هو عم يسرق لك ثقافتك، عم يسرق لك تاريخي، هو ما عنده حضارة ولا عنده تراث ولا عنده هوية، هو محتل وقح، وكل وقت بيسرق بقول له. فالصراع اليوم مثل ما تفضلت حضرتك، اليوم الاعلام دوره الالكتروني، الاعلام الالكتروني والمواقع التواصل الاجتماعي، كل هيدا جزء من الصراع. فاليوم كل انسان عشان هيك بميدانه بيقدر انه يوصل، لو قدر يحط صوره، لو قدر يعمل تضامن، لو قدر يكتب. فنحن بحاجه الى كل العالم يتضامن يعني باقل شيء. هذا اقل شيء نحن اليوم كمسرحيين او يعني نمارس الفن، او كان مسرحنا موجود في لبنان، نفتح مسارحنا نقدر نعمل شيء، ما نقوم بفعل، ما نعمل اسابيع افلام او نعمل مهرجانات او نعمل اعمال مسرحيه. هذا دورنا اليوم انه نقدر نفرجي. اكيد اليوم لما بتوصلي لتحكي للغرب هذا مهم، لانه الغرب كل الوقت بيصلوا شيء مغالط مغلوط عن الحكاية، فمهم أنك توصل إلى هذا الجمهور وتورجيه أنه حقيقة الموضوع، وأنه اليوم في محتل، اليوم في اليوم النتائج هي نتيجة أسباب احتلال، أسباب قهر، أسباب ناس اليوم في غزة. هذا أكبر سجن في العالم، هذه معاناة إنسانية حقيقية. فاليوم لما بيجي هذا الشعب بقاوم، بتجي بتتهمه بالإرهاب، ولكن أنت أساس الإرهاب، وأنت أساس الظلم، وأنت القمع، وأنت أنت أنت مبني على كذبة. ولكن بنشوف إنه إن شاء الله النصر قريب لهذا الشعب، إنه ما بصح إلا الحقيقة. اليوم أي محتل بيقعد ما يدام الاحتلال إلى زوال. فعلا. قاسم، كيف كان تفاعل الجمهور الغربي مع أحداث هذه المسرحية؟ يعني بالنمسا شعرت الناس يعني قديش بحرارة، يعني كان الناس عم بتشوف العمل. وبعد العرض يعني تناقشنا في بعض الناس انه عرفت انه هذا التاريخ 1948 هو تاريخ الاحتلال، تاريخ يعني هجر هذا الشعب وبني الدولة على حساب دولة. يعني هذا الظلم الإنساني، هذا وعد بلفور اللي إجا قسمنا وكأنه نحن كيك أعطى شقفة لهذا وشقفة لهذا. للأسف أما يعني بالمدريد كان العرب أكثر نوعا ما من الأجانب، لكن بالنمسا كانوا الأغلبية الجمهور ما عدا شخص واحد عربي. وبالبرتغال كان الجمهور كله أجنبي، فكمان جمهور البرتغالي عنده شغف للقضية الفلسطينية وعندهم تعاطف يعني كبير كان ملموس من الجمهور اللي كان موجود. وبالعكس يعني حاولت ان استخدم بعض الكلمات باللغة البرتغالية اللي كان الجمهور عم بزقف وعم بغني وعم بيعيش الحكاية بكل أشكالها وألوانها بالقضية الفلسطينية، من خلال السردية، من خلال الحكاية، حكاية عبد الحسن وأبو ياسر وسلمى، اللي هذه القضايا يعني الحكاية اللي باقية عن بشق الإنساني، وخصوصا يعني في ختام العرض قديش هيك يعني على مدار كان ساعة العرض. جميل جدا. ربما قاسم يعني من خلال هذه المسرحية تعرف الجمهور الغربي على أساس القضية وأصل القضية الفلسطينية. طيب قاسم، بصفتك أيضا مؤسس الجمعية تيرو للفنون، قدمتم عدة مبادرات داعمة للقضية الفلسطينية، كان آخرها أسبوع السينما الفلسطينية، ومن المنتظر أيضا إقامة أواخر هذا الشهر مهرجان أيام فلسطين الثقافية. ما أهمية الفن برأيك في دعم القضية الفلسطينية؟ يعني بنشوف اليوم انه كل يعني المثقفين الفلسطينيين من ناجي العلي لغسان كنفاني وغيرهم طبعا اللي قدروا انه يشوفوا، ما زالت اليوم الرسومات وحمود درويش القصائد ما يعني قدروا يوثقوا
لحكاية ويقدروا يفرجوا ويقدروا يعملوا تاريخ. طبعا السينما اليوم مهمة، المسرح مهم، كل أنواع الموسيقى، الأغنية، هذا كله بيساعد، هذا كله بيقدر أنه يحفظ، يوثق، ويقدر يفرجي، ويقدر يخلي الناس تتفاعل. ونحن اللي عم نقدر نعمله هذا أقل واجب وأقل شيء ممكن نقدمه. يا ريت بإمكاننا نروح لكل العالم، نقدر نفتح مسرحنا ونقدر نبرمج أفلام إن كان بالجنوب أو في الشمال من خلال مسرح الوطن اللبناني في طرابلس، من خلال أسابيع الأفلام، أو حاليا من مهرجان مفتوح للناس. عم نشوف الناس عم يعطونا حكاية عبر الإنترنت، عم يعطونا أفلام سينمائية نقدر نعرضها في مهرجان أيام فلسطين الثقافية تحت عنوان المقاومة الثقافية. هيدا اللي نحن اليوم بدنا نحكي فيه. اليوم بحاجة للفن أنه يعمل نوع من المقاومة الثقافية. نقدر كل المسارح بكل بلادنا العربية نقدر أنه نفتح هاي المسارح وهي دعوة للجميع، نقدر ننظم أنشطة وفعاليات تتعلق بالقضية الفلسطينية، نقدر نعرض أفلام، نقدر نعمل معارض كتب، نقدر نعمل موسيقى، نقدر هذا مطالب. طيب هل من تفاصيل بخصوص هذا المهرجان، يعني الأفلام المشاركة أو المعارض التي سيحتضنها المهرجان؟ دعوة مفتوحة ما زالت، يعني كل يوم عم نستقبل، يعني الوقت ما زال مبكرا. المهرجان يوم 25 من أكتوبر، صح؟ هو الوقت، بس هو الفكرة أنه لأنه هذا الاستثنائي، هذا المهرجان هو منه مهرجان عادي أنه أنت منظمي أو يعني معلني قبل وقت. هو مهرجان طارئ، الناس عم تتفاعل انه تشارك، عندنا مشاركات عبر الانترنت. رح يكون في يوم كامل حضوري وراح يكون في يومين عبر الاونلاين، رح نبث فيهم افلام ورح نبث فيهم حكايه من حكواتيين عرب. بالاضافه رح يكون في معارض للفنون التشكيليه، سيدات بالجنوب بلشوا يعملوا رسومات اللي بيدر المتدربين في المسرح، وجاهزين ليعرضوا يعني الاشغال اليدويه والحرف اليدويه اللي تتعلق بالقضيه الفلسطينيه. وراح يكون في معنا مشاركات من فرق من المخيمات، من مخيم الرشيديه ومخيم عين الحلوه، فرقه الكوفيه الفلكلور الفلسطيني، وفرقه يافا، وطلاب تيرو كمان عم بحضروا رقصات، وكمان المتدربين بجمعيه تير فنون عم يعملوا عمل مسرحي. هالشباب رح يقدموا هذا العمل، وحنعمل كرنفال شارع، يعني هذا الصورة العامة لهذا المهرجان. وحينعرض فيلم كمان سينمائي قصير، حيكون فينا ساعتين ونص يعني بافتتاح هذا المهرجان. شكرا جزيلا لك قاسم اسطنبول، الممثل المخرج المسرحي اللبناني، الذي قدمت لنا تفاصيل مسرحية قم يابا، أيضا مهرجان أيام فلسطين الثقافية الذي من المنتظر أن ينطلق في 25 من هذا الشهر. شكرا جزيلا. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ثقافة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.